عليكم. اليوم راح ناخذ الدرس الثالث او اليونت 3 لسن 4 اللي هو موضوعنا شنو؟ ريبورتد كويستشن. وات يو جو ريبورتد كويستشن؟ السؤال. السؤال المنقول. احنا طبعا تعرفون عندنا نوعين من الاسئله، تو كاينز اوف كويستشنز. وي هاف تو كاينز اوف اول كويستشنز. عندنا اليس او نو كويستشنز، اوكي، واللونج انسر كويستشنز. السؤال اللي هو ليش يبدا هذا؟ بالكويستشن 1. السؤال اللي يبدا دائما بالكويستشن 1، واليس او نو كويستشن السؤال اللي يبدا دائما بالاوكسيلري فيرب. بالاوكسيلري فيرب يعني فعل مساعد، تمام؟ بس بالبدايه احنا راح ناخذ الاسئله اللي تبدا دائما بالكويستشن 1 اللي هي شو نسميها؟ لونج انسر كويستشن، اوكي؟ هنا أنا بس اريد اوضح لك قضيه، انه السؤال هنا راح يكون مقدمه السؤال بي ريبورتد سنتنس. شنو ريبورتد سنتنس؟ انتبه عليه. نقول هنا هو سؤال، علي اسك مي، علي سألني، اسك مي، علي سألني، مو علي اسك مي وير دو يو ليف. علي اسك مي وير دو يو ليف. هذا السؤال وير دو يو ليف، لاحظ انه شنو عندي هنا؟ انفيرتد كوماس ومنتهي بالكوستن مارك. ليش منتهي هذا السؤال؟ وير كوستن وير، اوكي؟ هذا فيست تايب، النوع الاول. علي اسك مي، هنا هذه نسميها الريبورتد سنتنس، الجملة النقدية. علي سأل وير دو يو ليف؟ انا الان اريد الطلب اللي يطلبه من عندي هو الاتي: ريبورتد، ريبورتد وات؟ كويستشن. ريبورتد كويستشن، اوكي؟ طيب هذا السؤال هو سؤال مباشر، سأل من علي خاص، من سأل علي؟ سألني علي أصلي وير دو يو ليف؟ أريد أعمل هسه ريبورت كويستشن على هذا السؤال. نجي نفس جملة النقل تنسأل من هنا علي أصلي مين؟ نفس جملة النقرة شنو؟ تنزل عندنا هنا. هنا question word كذلك تنزل. تنزل كمان. Where؟ question word الخطوة الأولى هذه، ما دام عندي question word تنزل كمان. Where؟ فعل السؤال هذا auxiliary verb إذا كان من نوع do أو does أو did. إذا كان auxiliary verb عندي do or does did، هذا معنى شنو؟ فيه الأفعال السؤال راح تحذف من الإجابة، أوكي؟ هاي الخطوة الثانية. do هاي هنا ايش فيها؟ راح تحذف. هنا subject of question فاعل السؤال، من عندي هنا فاعل السؤال؟ يو يو، اها، انتبه علي. عندي فاعلين مهمين بالسؤال اللي هم الاي واليو. انتبه على هاي النقطة المهمة. الآن أنا جايب هذا السؤال من من الفاعل عندي؟ فإذا كان عندي فاعل السؤال يو، هذا اليو دائما يرتبط بالمي. بمن؟ بالمي. انتبه عليه. Subject علي. Verb object مفعول به اللي هو من هنا؟ مي. بس هنا منطلق الصدفه انه من المفعول به عندي؟ مي. مي. فدائما انا قلت اذا كان الفاعل له علاقه بمن؟
بالمين؟ بالأوبجكت. أول مرة حد العلاقة هنا بموقع الأوبجكت. هنا الأوبجكت هنا شنو؟ مي، يو، وي، أي أوبجكت. أوكي، فراح نأخذ من هذا الأوبجكت. أنا هنا شنو هذا عندي؟ يو فاعل سبجكت، فلازم أخلي فاعل بس شي ناسب الأوبجكت. إذا مين الفاعل مال الأوبجكت؟ هاي يس آي. نعم، عندنا مجموعة تحويلات يجب أن نفهمها. يعني الآن اتبع عليه، هذه هنا عندنا مجموعة تحويلات للفاعل. إذا كان الفاعل آي، الأوبجكت ما تبينه مي، تمام؟ nice. إذا كان الفاعل يو، الأوبجكت ما تبينه يو. يو إذا كان الفاعل وي، الأوبجكت ما تبينه us. they، الأوبجكت ما تبينه them. he، الأوبجكت ما تبينه him. she، her، منو her. okay. it، it نفس it. إذا هاي مجموعة يعني تحويلات بين الضمائر، هاي كلها يعني واضح. إذا اليو هنا المين، إذا أريد أخذ الفاعل، لأنه هنا عندي فاعل مو subject، المين شو يصير عندي؟ أوكي؟ أوكي. الآن نجي هاي الخطوة الثانية، نجي إلى الخطوة الثالثة اللي هو الزمن، التنس. Where do I do؟ نحدث present simple. أوكي؟ انتبه ال present simple واضح يعني؟ كل مضارع بأنواعه يتحول إلى ماضي بأنواعه. يعني كل present tense، أوكي؟ change forward to past، أوكي؟ هنا نحن do you، إذا هو هذه تحدث الـ do، إن الـ you صارت تحولت you ويان إلى بالأوبجكت. الأوبجكت منو عندي؟ مي. مي إذا مش حاولت هاي المي آي آي الليف هنا أنا قلت هذا مضارع مو present، فالليف إيش راح يصير هنا عندنا؟ ليف. لاحظ التحويل اللي صار. انتبه، علي ask me أكثرير، علي ask me where أكثرير where. do هذا الأوبزيلري جاء، قلنا كل do do does did فيها تنحذف. اليو علاقتها مع من؟ مع الاوبجكت. الاوبجكت منو عندي؟ مي. اذا نحتاج فاعل منو؟ لا هاي هذا present، present tense. اذا نحاول الى شنو؟ past tense. live شنو؟ past lived. formal event lived. منتهي السؤال عندنا شنو؟ ايش خليت هنا؟ نقطة لستوب. ليش هنا في هنا؟ لستوب. فرصة. حول هنا إلى هو طبعاً صيغة الجملة المثبتة، ولكن صيغة السؤال اللي هو شو يسموه؟ reported question. question. reported question. question. الكلمات شو فيها؟ تحذف. راح نأخذ طريقة أخرى أو سؤال آخر. أوكي؟ لحد هاي النقطة clear واضح هذا؟ yes. تحويل اللي سويناه؟ نعم صح. طيب نجي هسه. she asked him. when She asked him when have I cleaned the room. طبعا هنا شنو اللي اطلبه؟ reported question.
لا جملة الـ reported sentence شنو قلنا؟ تنزل كمان بس ايماس she asked him when okay question one when okay when yes we have احنا قلنا do تهلا الهاف شنو؟ ما تهلا لا I have ما شنو؟ تهلا إلى شنو؟ إلى ما بعد ال نقول أجل يس؟ إحنا هنا عندنا منو الفاعل؟ آي أو الصب ال subject of question منو عندنا هنا؟ آي الآي هذه الآي انتبه اليو لها علاقة بمن؟ بالمي بال object الآي منو لها علاقة؟ بالشي كل فاعل هاي هنا موجود. العلاقة بمن؟ بين الـ subject of reported person sentence جملة الناس. اوكي؟ فهنا أنا منو عندي؟ فاعل هو أنا أحتاج فاعل أصلاً. شنو هنا طلع الفاعل؟ ليش راح أبدله؟ شي. إذا وين؟ شي. لحد هنا واضح؟ الآي لها علاقة بمن؟ بالـ subject. اليو لها علاقة بمين؟ بينا زين هاف زين أنا إيش قلت؟ كل باست تتحول إلى شنو؟ change to what؟ كل سوري كل present change to what؟ باست أوكي؟ إذا هنا هاف كلين هذا present perfect present perfect مضارع تام إلى ماضي تام هاف الهاد شو تحولت هنا؟ إلى هاد هاد كلين دارو شنو النهاية هنا؟ فل ستوب فل ستوب يعني استعمل من مضارع تام إلى ماضي تام؟ يس كل present tense change to what؟ يتبدل إلى شنو؟ past tense past tense أوكي؟ She asked him, when have I cleaned the room? Reported question. Reported yes. question. She asked him, are the reported sentence we have? When? Any sort of abbreviation start with what? Begins what? With question mark. Question mark. For the question mark, that is it. Okay? When? Oh. Have auxiliary now. The auxiliary, what? We change, move. Okay? Shift. Over. Now, I'm going to file a story. I. I. I'm going to tell you about the subject of the report. Sentence. She. She. تنزل هي فاعل سؤال منقول. Okay. She have اللي موجودة عندي هنا راح تتحول إلى شنو؟ إلى هاد. وكلين هو نفس التصريف الثالث هذا عندي. وذرون التكليف. بس انتبه انه هنا انا شنو تمشي ليش؟ خلصت واضح هذا طيب مثال اخر شوف هذا الجنب اللي تبع المحمولات اللي اتفقنا اياها they are They asked how many books are you reading? How many books are you
ريدين. لاحظوا زمن شنو احنا زمن السؤال؟ آر ريدين بريزنت كونتينيوس. كذلك بريزنت كونتينيوس فكر شو قاعد يتحول؟ باس كونتينيوس. هسه هنا they asked شنو اللي اطلب السؤال عن الطلبات؟ Reported question. Okay. يلا ويان. They ask. They ask. هذه تنزنفس. They ask. Yes. How. How many. How many. Many. How many what? Books. How many books? How many what? Books. How many books? Yes. How many books? Okay. راح أنا أفرض الأوبجكت اللي عندي أما مين تبع عليه أما مين ويتحول إلى I لباي أو أفرض أس فرضت عندي هنا إذا ما عندي أوبجكت إذا ما عندي أوبجكت أوكي أفرض فرضت أما مين يتحول إلى I أو أس يتحول إلى شنو إلى بنت إذا هنا ما عندي هسه أوبجكت وعندي فاعل منه وهمشي منه اليوم اليوم اللي له علاقة بينه قلنا بالأوبجكت اليوم له علاقة بينه بالأوبجكت اليوم له علاقة بالأوبجكت الآية له علاقة بينه بالسبجكت أنا ما عندي مشكلة نفس السبجكت ما عندي مشكلة بس هنا اليوم أحتاج شنو أحتاج تحويل مثل الجدول اللي شفته أمامي تحويلات اللي أنا طمعها طيب يو without object إذا مش أفرض مي. أما مي أو أس فأنت راح بس شو تبي؟ I yes هسه هنا أم reading أوكي عندي فاعل I وين I وين تمام؟ لو ما في وين عن was was what reading reading شنو هنا؟ فلسطين they asked How many books are you reading? Okay. Now we are listening. ماشي. لابد شنو طلب ماشي. Reported. Question. Question. They asked how many books? How many books? I question where? لبالي. The question where? استمروا ياها إلى الأوكسيدر. يعني هل ما أكتفي بس how many أو how much أو how long أو. Okay. استمر للكوستيونير إلنا للأوكسيدين إلى أن تنتهي بالأوكسيدين أوكي؟ هاي كلها تنزل How many books are هذا فعل do change it أوكي؟ move it اليو هنا معانا مع الأوبجكت you relate with what with object أوكي؟ الأوبجكت هنا we have no object مع إذا إحنا شنو suggest one نختلف مين يعني or what as or us إذا فرضنا مين إذا نجي نقول I وإذا بني us we okay I طيب are present continuous are reading نانا أما نقول where reading بس بما أنه عندنا subject هنا I was reading there Okay? Yes. Okay. Yes. لاحظ اهم نقطة عندنا الفاعل علاقة اليو مع الاوبجكت وعلاقة الاي مع من؟ مع السبجكت. مع السبجكت. الازمنة اللي قالت عليها كل البريزنت تتحول الى باست. زين. راح ما اخذنا الباست لحد الان احنا بيا عالم عايشين. بالبريزنت تمام؟ بعدنا بالبريزنت تنس اوكي اذا كان الزمن باست سمبل او كل انواع الباست اوكي تتحول الى باست
بيرفكت. تتحول الى شنو؟ الى باست بيرفكت. هات ليها بعد. احنا قلنا البريزنت يتحول الى الى باست. كل بريزنت بانواعه يتحول الى باست بانواعه. الباست اذا اجاني هو الزمن الباست راح شنو؟ راح نحوله الى باست بيرفكت. والبارحه اخذنا الباست بيرفكت اللي مين يتكون من هاد وشنو الباست بارتيسيبل. اوكي؟ زين خلينا ناخذ جمله الان. هي هذه؟ يس. خلينا ناخذ اسئله نطور شويه ازمنه اللي عندنا.